وللحديث عن دور وزارة التجارة في جرائم مكافحة التستر ينضم إلينا المحلل الاقتصادي سليمان العسف. حياك الله معنا سيد سليمان، شكرا لوجودك معنا. التجارة يعني تقوم بجهود كبيرة لحماية الاقتصاد من التستر التجاري في الوقت اللي أيضا كذلك ما زالت فيه المهلة يعني مستمرة، لأنه أيضا هناك ما زالت يعني منشآت مخالفة للنظام. إلى أي مدى اليوم يمكن يساعد نظام أو هذه المهلة في أنه تعطي المؤسسات في القطاع الخاص فرصة أنه تصح وضعها؟ طبعا خلال الفترة الماضية كانت تعاني منطقة السعودية من عملية التستر بشكل كبير، سواء في وخصوصا في قطاع التجزئة، بسبب طمع بعض الأشخاص أو جهلهم أو إلى آخره. وزارة التجارة وضعت عديد من الشروط، الدولة اتخذت كثير من الإجراءات من أجل الحد. هذا يسمى اقتصاد الظل أو الاقتصاد الأسود، يقدر تقريبا حجمه في السوق السعودي أكثر من 100 مليار ريال، وهذا مبلغ ما هو سهل. لكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة سواء من ناحية التأشيرات أو الإقامات أو نظام العمل أو حتى نظام ضريبة القيمة المضافة أو التسجيل للمدخولات والمدفوعات، كل هذه الأمور ستحد بشكل كبير. بالإضافة إلى هناك ناس ما يردعهم الموعظة، يردعهم العقاب. فعندما توضع كما وضعت الدولة عقاب قوي جدا وصارم ويطبق على الجميع من ناحية التستر، نعم، فإنه سيبدأ هناك كثير بانخفاض بهذه الأمور. وقد لاحظنا أنه هناك انخفاض في هذا الأمر، سواء مما نلحظ في الأسواق أو حتى في المحلات في الشوارع. يمكن الفترة الماضية كان جهود كبيرة من الجهات الحكومية، حتى أيضا وزارة الموارد البشرية وجهت دعوة إلى المنشآت اللي لديها أوضاع مخالفة مكافحة التستر أيضا تستفيد من النظام. اليوم هل برأيك أنه النظام الآن واللي أعطى مهلة إلى 23 من أغسطس ممكن يكون في مبادرات، ونشهد مجموعة من المنشآت تعمل على تصحيح أوضاعها؟ مما لا شك فيه، يعني المتوقع أن ينخفض بشكل كبير موضوع التستر. ولكن أنا تكلمت سابقا في قناتكم الكريمة أنه لابد من وضع تعديل وتصحيح لهذه الأمور. مثلا الناس غير السعوديين لديهم بزنس وأعمال، يتم عملية الاتفاق معهم حيث أنه يفتح لهم تراخيص ويأخذ منهم مثلا الضرائب المناسبة حتى يعطى الفرصة ويقلل عملية التستر وهدر الأموال والتسرب. هذه مثل الحفرة السوداء التي تضيع فيها الأموال. لكن الآن الجهود واضحة أن هناك اتجاه كبير جدا لتقليل، لكن مسألة أنه نتوقع أن يكون بلدنا خالي من التستر هذا غير صحيح، لأنه في العالم كله حجم قطاع التستر وقطاع ما يسمى اقتصاد الظل يمثل أكثر من 6 تريليون دولار، يعني مبلغ ضخم جدا. فدول العالم كلها تعاني منه، لا أعتقد أننا سنكون في منجة، ولكن نقلل من آثاره ومن نتائجه. اليوم كيف برأيك أنه إحنا ممكن نحمي الاقتصاد، كما ذكرت يعني في بداية حديثك عن اقتصاد الظل، اليوم كيف ممكن إحنا نحمي الاقتصاد من كل هذه الممارسات الغير قانونية اللي ما فيها ضرائب، اللي ما فيها بيانات واضحة، اللي فيها تهرب ضريبي أيضا، حتى تهرب الأموال بطريقة غير صحيحة؟ عدة أمور. أولا لابد من تشديد العقاب وحملة إعلانية ضخمة. ليش؟ لأنه ترى في ناس مساكين مأخوذ أسماءهم، مثلا من بعضهم أخ يأخذ اسم أخوه الصغير أو إلى آخره ويقوم بالعمل به، وهذا ما يعرف ويتحمل نتائج. لابد من حملة إعلانية ضخمة للتنبيه، ووضع رابط بحيث كل إنسان ممكن يدخل عليه ويعرف وش اللي له وش اللي عليه، هل هو مسجل ولا لا، بطريقة سهلة تناسب الجاهل والمتعلم وأنصاف المتعلم. الثاني، العقوبات أن تكون شديدة جدا ورادعة. الثالث، تصحيح أوضاع هؤلاء من لديهم أعمال بفتح سجلات مثلا لغير السعوديين بطريقة تحفظ حقوق السعوديون وتحفظ الأسواق وتحفظ حقوق الدولة، ويكون هناك ربط مالي للإيرادات والنفقات بحيث أنه يكون الفاقد أو المتسرب قليل جدا، مع الحملات الاستكشافية أو الترشيدية وكذلك الحملات التفتيشية. اليوم برأيك كيف ممكن نحن أيضا نساعد أنه الشركات أو المؤسسات اللي تعمل بنظام يعني التستر التجاري، أنه أيضا النظام اليوم ترى يحميكم، ممكن تسجل كشريك، ممكن تسجل يعني كمشارك في هذه المنشأة بطريقة نظامية. ما هي الرسالة اليوم بالنسبة للمنشآت اللي لديها مخالفة أو تعمل بمكافأة أو تعمل يعني كتستر تجاري في السوق المحلي؟ الرسالة أنا أقول لهم التالي: أنت اليوم ستنجح لكن غدا ستقع، وإذا وقعت سينضر الكثير. لذلك صح الأوضاع ما دام هناك فرصة. الآن لديك فرصة ما يقارب حدود 4 أشهر أمامك، صح أوضاعك بطريقة سليمة أحسن من العيش في الخوف وأن تكون عرضة للتتبع. الإنسان دائما اللي يعمل خطأ ويكون تحت الضغط لا يستطيع أن يشعر بالراحة والسعادة. ما دام الدولة منحتك فرصة في 4 شهور تستطيع تعدل، فأعتقد هذه فرصة إيجابية لك
ولصالح الوطن يا أخي ليس أسوأ من يخون أهله ووطنه. يعني الإنسان يتستر، روح وصلح أوضاعك وأوضاع هذا الشخص وخلص وعيش في النور بدل ما أنت عايش في الظلام، وقد تلحق بنفسك أنت الضرر قبل الآخرين. سليمان العساف الخبير الاقتصادي، أشكرك جزيل الشكر.